كذلك مجلس الشورى يقر الرغبة المبدى بشأن توفير عيادة متكاملة في المجمعات الرياضية وسيارة إسعاف خاصة بالمنشأة وطاقم طبي متخصص في الطب الرياضي في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية. ومواضيع أخرى أكيد ستكون حاضر على طاولة الحوار اليوم من خلال وجود سعادة سلطان بن حميد الحوسني عضو مجلس الشورى ومثل ولاية الخابورة. أهلا وسهلا بك سعادتك. مساك الله بالنور. يا مرحبا وسهلا فيك وسعيدين بوجودك اليوم معنا في الاستديو بعد جلسة أقل ما توصف أنها حامية وساخنة اليوم في مجلس الشورى. تم طبعا أبرزها نبدأ في ساعاتك وهو إقرار طلب الاستجواب لأول مرة منذ صدور قانون عمان بالمرسوم السلطاني رقم 7/2021. مساء عليك ومساء على المستمعين الكرام عبر إذاعة الشبيبة. طبعا هي سابقة في تاريخ مجلس الشورى وهي خطوة إيجابية تعزز وتؤكد حقيقة يعني الدور المهم اللي يجب أن يقوم فيه مجلس الشورى والتعاطي وما أتاحه النظام الأساسي حقيقة لمجلس الشورى من صلاحيات ومن قدرات على أنه يلعب دوره في استخدام الأدوات البرلمانية. فهذه خطوة إيجابية حقيقة تحسب للديمقراطية والعمل الديمقراطي الحر البرلماني حقيقة في عمان. نتمنى أن تكون في المسار الصحيح وتكون خطوة يبنى عليها خطوات قادمة، ليس القصد منها فقط يعني فقط أنه نتصيد على الأخطاء قد يفهم البعض ذلك، لا، القصد منها هو تصحيح كثير من الأعمال التي يعني تقوم فيها كثير من الجهات ذات العلاقة وهي في إطارها القانوني. نعم سعادتك، يعني رغم ردود الفعل الإيجابية على إقرار طلب الاستجواب ورفعه للحكومة، وأكيد يعني المجتمع يتطلع لمجلس الشورى في أنه يمارس أدواته وصلاحياته وأدوات المتابعة التي أقرها قانون مجلس عمان، لكن البعض يعتقد سعادتك أن الإجراء رغم أنه جيد لكن يطغى عليه الجانب الشكلي أكثر وما في هذاك العمق الكبير الذي أصلا يلامس يمكن احتياجات الناس وملاحظاتهم في قطاعات قد تكون أكثر أهمية بكثير من قطاع الإعلام، فما وجهة نظرك؟ ما أتفق معها، أعتقد أنه هي خطوة يجب أن نعززها ونثني عليها وقد تكون تجربة جيدة في تفعيل الأدوات البرلمانية المتاحة اللي أتاحها وإجازها النظام. وهنا حقيقة يعني كلمة يعني شكر وثناء للمقام السامي على ما أتاحه من فرصة حقيقة لمجلس الشورى في القيام بدوره وواجبه. ويمكن احنا أيضا لو لاحظنا أنه تعاطي الحكومة في الفترة الأخيرة حقيقة مع طلبات المجلس بدأت يعني بشكل إيجابي خلال طلب المناقشة طلب الاستجواب وخلافه، ولكن في جانب آخر أعتقد أن هناك أمور أخرى أيضا تتوجب أن يتصدى لها مجلس الشورى ويقوم بدوره فيها وواجبه ومسؤوليته، خصوصا احنا نتطلع إلى مرحلة مشرقة في مسيرة عمان في مختلف المجالات على 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 كل الأصعدة. لذلك لا نحطم مجاديف يعني هذه الخطوة، نقول بالعكس هذه خطوة جيدة نتمنى ونتطلع أنه في المرات القادمة في مجالات أخرى تلامس حياة الفرد في المجتمع تلامس أيضا احتياجات الوضع الاقتصادي ومختلف القطاعات اللي موجودة في عمان. نعم البعض يعتقد كذلك سعادتك أنه هذه الخطوة قد يعني تفتح المجال وتفتح حتى شهية الأعضاء أكثر في استجوابات قادمة، هل هناك ما يحضر له حاليا في مجلس الشورى لاستجواب قادم ربما في قطاع ولا مجال مختلف؟ شوف هي المشكلة هي المسألة مش في مسألة الكم، أعتقد النوع. إحنا محتاجين إلى نوع من مثل هذه الـ 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 يعني الأدوات البرلمانية اللي يتيحها القانون أن تستخدم. نعم. وليس معناه كم أدوات من أدوات البرلمانية استخدمناها، في النهاية المحصلة والنتيجة النهائية هي الأهم. نعم. من هذا وذاك، وما في شك إنه إذا وجد أعضاء مجلس الشورى إنه هناك تجاوب وتعاطي إيجابي حقيقة من الحكومة في 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 تفعيل هذه الأدوات البرلمانية بلا شك إنه بيكون حتى المسؤولية على عاتقهم أكبر. نعم. لأنه زمان قد يكون يشاع في الرأي العام أن الحكومة ما تتعاطى مع عمل مجلس الشورى، اليوم أعتقد ثبت العكس إذا ما قام المجلس اليوم بدوره. لكن من المبكر سعادتك الحكم على ذلك، الآن الطلب رفع من مجلس الشورى إلى الحكومة لكن رد فعل الحكومة تجاه هذا الطلب لم تتضح ولم تتبين، هذا طلب للاستجواب ولكن تم التوافق والموافقة على طلبات مناقشة يعني وزيرة التعليم العالي ووزير النقل في فترة سابقة. نعم. تجاوبت الحكومة معها بلا شك. أيضا هناك طلبات أخرى قدمت في قرابة 14 طلب. نعم. ما زالت حبيسة الأدراج أو خلنا نقول يعني ما زالت لم يبت
نعم. الأمر فيها، وبالتالي أعتقد أن هذه خطوات إيجابية. لا تتوقع أنه كل شيء يتم التجاوب معه بي 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 بسرعة، ولكن أكيد. بلا شك أنه يمكن نحن نأخذها بدلالات. نعم. أخوي عبد الله، أنه اليوم الحكومة تجاوبت مع بعض الطلبات، وبالتالي نتفائل بالخير فيما هو نعم. قادم. كيف جرت خطوات هذا الاستجواب سعادتك؟ كيف بدأت وكيف وإلى أين الآن مثلا وصلت، وما هو القادم يعني في هذا الإجراء نفسه؟ هي مشت وفق النظام، المحمول يتقدم الأعضاء بطلب الاستجواب الخاص فيهم مشفوع برأيهم في هذا الموضوع، يحال إلى مكتب المجلس، يتم تحليله من الجانب الفني، ويعطي يعني مكتب المجلس رأيه الفني الغير ملزم للتوضيح. أيضا هناك رأي فني طرح من المكتب الفني لكنه غير ملزم، يبقى الحق الأصيل إلى قاعة المجلس لتصوت في مسألة قبول طلب الاستجواب والسير فيه من عدمه. والآن الحمد لله يمكن بالأغلبية المطلقة تم إجازة طلب الاستجواب، يبقى الاستكمال الآن في أنه يرفع إلى مجلس الوزراء الموقر، ومن ثم الاتفاق بين مجلس الوزراء وبين المعنيين في المجلس لتحديد جلسة لاستجواب معالي وزير الإعلام وفق ما هو وارد حقيقة في المخالفات الست اللي استند عليها المجلس، يتفق على الموعد، ومن خلال الاتفاق على الموعد تعلن عن انعقاد جلسة لهذا الأمر، يتم من خلالها مناقشة معالي الوزير في حيثيات ومضمون ما جاء في طلب الاستجواب. نعم، كنت تبحث في المواد القانونية سعادتك وما وجد إطار زمني معين، هل يوجد إطار زمني معين لرد الحكومة على الطلب؟ لا، وهذه واحدة من قد نراها من السلبيات، يفترض أن تكون هناك مدة زمنية نعم. معلومة خلالها يتم الرد على المجلس في تحديد الموعد، موعد طلب الاستجواب. طبعا حسب المفهوم أنه لا يحق لمجلس الوزراء أن يرفض نعم. لكن يحدد، يتفق على موعد. كما أشرت لك يمكن قبل قليل أيضا هناك طلبات مناقشة أخرى رفعت إلى مجلس الوزراء لبعض الوزارات المعنية، أيضا إلى اليوم ما تم البت في الموضوع فيها، وبالتالي أعتقد أنه واحدة من الإشكاليات أن المدد الزمنية غير موجودة. نعم، ما تجد سعادتك أنه هذا الموضوع في غاية الأهمية؟ لأنه حقيقة أنا ما توقعت أن يكون يعني فعلا ما فيه إطار زمني معين، لأنه في أحد هذه المواد المادة 73 مكتوب أنه يسقط قرار المجلس الصادر بالموافقة على إجراء الاستجواب إذا زالت صفة الوزير الموجه إليه الاستجواب، أو إذا انسحب أحد مقدمي الطلب، أو زالت عضويته لأي سبب من الأسباب. اللي أريد أقوله يعني سعادتك، الآن نحن بقتنا سنة عن هذه الفترة تقريبا، يعني سنة وشوية، نعم. سنة وشوية. نعم. إذا أخذ الموضوع وقت طويل مثلا يمكن حتى تنتهي فترة المجلس. صحيح. يعني نفسه. صحيح. صحيح. وبالتالي ما تعرف ماذا يتغير يعني من أحوال وغيره، يعني لماذا لا يسعى المجلس أصلا إلى بعض التعديلات، وهو من حقه طبعا اقتراح التعديلات في القانون. يعني بدل ما مقترحين تعديل قانون اليوم في مثلا المطبوعات والنشر وغيره، لماذا لا نقترح تعديل قانون مجلس عمان نفسه إذا كانت في بعض الثغرات يعني؟ نعم، هناك في توجه حقيقة يمكن من بعض الأخوة أعضاء المجلس في هذا الشأن، في مقترح تعديل في هذا القانون سيتم رفعه إن شاء الله. وتعرف ما في قانون كامل، كل قانون دائما يوجد فيه يعني خلنا نقول ثغرات إن صح لي قول ذلك. نعم. وبالتالي يجب تلافيها، لأنه تعرف مثل ما تفضلت قد تزول صفة المعالي الوزير الحالي يعني في حال صدور مرسوم مثلا باستبداله، وبالتالي يسقط، أو بعض الأعضاء يغيروا رأيهم. هو حسب النظام إذا ما تخون الذاكرة إذا نزلوا طالبين الاستجواب أقل من 14 يسقط. هم الآن 40 تقريبا، هم الآن 46. نعم. وبالتالي يسقط الحق في حالة انسحاب مقدمين الطلب ما دون 14 عضو من الأعضاء. لذلك أنا متفق كليا معك في مسألة المدة الزمنية اللي ينبغي أن الحكومة من خلالها يعني تتفق مع المجلس على عقد الجلسة اللي يتم فيها استجواب الوزير المعلوم. نعم، هذه الجلسة يعني في حالة تحديدها كيف تجري مجرياتها؟ هل مباشرة بعد انتهاء الجلسة يرفع تقرير مثلا إلى جلالة السلطان بمخلصات جلسة الاستجواب، أم ماذا بتحدث؟ حسب فهمي للأمر أنه بعد انتهاء الجلسة إذا كانت الردود مقنعة، وطبعا تحتاج إلى ثلثي الأعضاء في التصويت وليس 50 زائد 1، ثلثي الأعضاء إذا اقتنعوا انتهى الأمر بذلك، والمجلس قام بدوره في هذا الأمر ووضحت الأمور. إذا لم يقتنع أعضاء المجلس بالردود اللي تأتي من الوزير المعني
يصوتوا على ذلك ثلثين الأعضاء ويرفع الأمر للمقام السامي فيما يراه مناسب. نحن نقول سمعا وطاعة، سواء بسحب الثقة عن معالي الوزير بتغييره من موقعه أو خلافه، فقط المجلس يؤدي دوره إلى هذه المرحلة ويبقى الأمر مرهون بما يوجه فيه ولي الأمر. قصدك سعادتك قد يقتنع الأعضاء برد معالي الوزير وبالتالي يتم إغلاق هذا الملف؟ قد يكون هناك ردود، هذا خيار وهذا خيار، قد يكون هناك ردود مقنعة في النهاية يعني. نعم. كما هو متعارف المتهم بريء حتى تثبت إدانته. نعم. فاليوم أنت وجهت يعني مجموعة من الأفعال المخالفة لمعالي الوزير، قد يستطيع أن يثبت عكس ذلك. نعم. حدث اليوم ضجيج تحت قبة المجلس، هذا أمر طبيعي في المجالس يعني الشورويه والبرلمانية. لماذا من وجهة نظرك سعادتك رفض الأعضاء اليوم الاستماع إلى الرأي الفني؟ لأنه في القانون وفي النظام لا يوجد ما يتيح يعني أو يلزم بالاستماع إلى الرأي الفني. الرأي الفني أرسل إلى الأعضاء وفق الوسائل المعتمدة في المجلس، وبالتالي ما كان في داعي أصلا. وهذا إنه واصل خلاص، في شيء قانوني أصلا يلزم. يمكن هي فكرة طرحت في هذا الأمر ويحق للأعضاء أن يرفضوها. ما كان في، لأنه كل الأعضاء أرسلت لهم الآراء الفنية الواردة بشأن الاستجواب، وبالتالي هم اطلعوا عليها، فما محتاجين نكررها وندخل في نقاش وجدل حولها. يفترض أنه كل واحد استوعب هذا الرد الفني، الرأي المكتب الفني. نعم. سعادتك اطلعنا على بعض بطريقة أو بأخرى على بعض الآراء في التقرير الفني. من وجهة نظرك الشخصية سعادتك وأنت مطلع على هذا التقرير، هل المخالفات الموجودة والمنصوصة الآن وفق طبعا شكلها العام وفق الرأي القانوني والفني اتجاهها، هل تعتقد أنها يعني مخالفات جسيمة، مخالفات تستحق هذا الإجراء؟ كوجهة نظر شخصية أعتقد أنها نعم، هناك توجد مخالفات في هذا الشأن ما عدا السادس فيها. أنا ما قد أتفق مع هذا الموضوع اللي هو المتعلق بتأخير في إصدار البيانات الإعلامية حول برنامج عفوا حول أصار شاهين. هذا قد لا أتفق معها، لأنه أعتقد أنه هي كانت مرتبطة بأشياء أخرى واللجنة المختصة كانت تصدر البيانات الخاصة بهذا، فقد لا أتفق معها. أما البقية لا أتفق معها الخمسة الأخرى. نعم. سعادتك ينضم الآن معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد بن سعيد الجهور المستشار القانوني لبرنامج مع الشبيبة للاستماع للرأي القانوني في هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك الدكتور أحمد. حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، وأهلا وسهلا بسعادة الضيف الكريم والمستمعين الكرام. يا مرحبا وسهلا فيك دكتور أحمد. وأكيد تابعت اليوم إقرار مجلس الشورى لاستجواب وزير الإعلام وفق طبعا مجموعة من المواد الموجودة في قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2021. نتحدث عن الإجراء وفق المواد المنصوص عليها 70-75 تقريبا. هل يعني من خلال متابعتك دكتور أحمد تعتقد أنه كل الإجراءات القانونية تمت كما يجب في هذا الاستجواب؟ نعم أستاذ عبد الله، هو خلنا نتحدث إحنا كتأطير قانوني للموضوع بشكل عام دون يعني ما نتحدث عن طبيعة الموضوع وفحواه. نتحدث عن الإجراءات، الجانب الإجرائي للمتبع من المجلس الموقر معهم كان وفق صحيح القانون، وانتهوا إلى أن وصلوا إلى الآن، وصلنا إلى خلنا نقول المادة 74. نعم. اللي هي الآن حصلت الموافقة على إجراء الاستجواب، وتأتي الآن اللي هي مرحلة الجلسة الإجرائية للاستجواب. نعم. طبعا مثل ما تعرف دكتور أحمد أنه القانون اشترط أن يكون في مخالفة للقانون. طيب. نعم. يعني هذه المخالفة للقانون هي التي تستوجب استجواب الوزير. في حالة ثبت عدم المخالفة القانونية، يعني أكيد هذا رأي يمكن اللجنة القانونية في المجلس أو رأي المكتب الفني في المجلس أن هذه مخالفات قانونية، بعد إرسالها إلى الحكومة إلى مجلس الوزراء إذا اتضح إنه هذه غير يعني ليست مخالفات قانونية، ما الإجراء؟ والله القانون عالجها، هي المفروض أن تنتهي بالحفظ في مكتب المجلس ويستدعي رئيس المجلس بعد ذلك قبل يعني إحالتها والموافقة على إجراء الاستجواب أن تغلق. يعني وضحتها المادة بالتفصيل، خلنا أرجع لك إياها المادة القانونية أمامي. نعم. إذا قلنا للتحقيق مدى استيفائي للشروط المنصوص عليها
فإذا ثبت عدم استيفائه أي من تلك الشروط تعين على مكتب المجلس استبعاده واختار مقدميه بذلك مع بيان الأسباب. الأسباب اللي هي أنهم غير مستوفين. طالما أنهم تجاوزوا هذه المرحلة، إذا وجهة نظر مبدئية لمكتب المجلس أنه الطلب مستكمل الشروط، بينها أنه ثبت لديهم مبدئيا أنه وجود مخالفات، وبالتالي انتقل إلى المراحل اللاحقة. نعم، يعني تكتفي الحكومة برأي المجلس في المخالفات القانونية. هذا هو بالنسبة لنا الآن الإجراء المتبع في مجلس الشورى. الآن تنتقل للمرحلة اللي هي الاستعراض أمام مجلس الوزراء. نعم دكتور أحمد، كنا نتناقش أنا وسعادت عندي في الاستديو سعادة سلطان الحسني حول الإطار الزمني، يعني لاستجابة مجلس الوزراء لهذا الطلب، والقانون ما حدد إطار زمني معين. كيف يمكن تجاوز هذه الجدلية؟ يعني هل يحق للمجلس أن يرد بكرة أو يرد حتى يمكن بعد سنة مثلا؟ هي فعلا كما تفضلت لم تؤطر بمدة زمنية، ولكنه يعني الأصل فيها بأنها المفروض أنه الحراك سريع، لأنه يحدد لها موعد وجلسة تعقد وفق ما اضطرت ووضحته المادة 74. فبالتالي أنه المخاطبة المفروض لها الإجراء فيها، يعني الأصل فيها أنها تكون سريعة. هنا ما يعني ما ليس عادة في المواد القانونية ما يتم الحرص في تحديد أطر زمنية معينة حتى يعني تكون واضحة يعني للجميع. هذا سيد عبد الله الآن تنظيم إجرائي لواقع إجرائية، الآن الحديث حول واقع إجرائية، يعني الآن نتحدث عن أداة برلمانية تتخذ اللي هي وسيلة الاستجواب. البروتوكول الإجرائي لها وفق المتبع، ما نتكلم عن المضمون. المضمون الآن يعرض في حينه، لكنه الإجراء المتبع لهذه الأداة البرلمانية يعني مفترض بها، يعني ليست مثل ما يقولوا دراسة قانون أو مشروع قانون، وبالتالي تحتاج إلى يعني وقت زمني طويل. لكنه لا، هذا إجراء بروتوكولي يعرض بالطرق المنصوص عليها بالقانون، فالمفروض أن المدد الزمنية فيها قصيرة. نعم وهي دكتور، خلنا نتأكد من سعادته فقط، طلبات المناقشة عادة أو بعض الأدوات تحدد لها أطر زمنية مثلا؟ لا تحدد، لكن اللائحة سابقا اللائحة الداخلية كانت، هو الآن ترى الشغل الآن على اللائحة الداخلية في المجلس للتعديل في اللائحة الداخلية، ومحاولة يعني يقترح أن تكون هناك أيضا مدة زمنية كفيلة بأن نحن نطلع من يعني هذه الإشكالية. قد تطول إلى مدة سنة، قد يعزل المعني بطلب المناقشة أو أي كان. أنتوا زمان تقدمتوا بطلب مناقشة لوزير الإعلام أو حضوره للمجلس؟ لا، هذه طلب مناقشة. نعم كي نعم استجواب الأول. وما صارت مناقشة. ما صارت هي كانت لوزير الإعلام، كانت لوزير الصحة، وزيرة التربية، ما صارت لأنه ماشي حتى إطار زمني يوضح. ما في إطار زمني. نعم. دكتور أحمد، الآن ما هي المرحلة القادمة وما هي تفاصيلها؟ هي يفترض إذا مثل ما يعني تفضل سعادته ووضحتها أيضا المادة واضحة، لأنه الآن بعد حصول موافقة مجلس الشورى على إجراء الاستجواب يتعين. نعم دكتور. طيب بس عندي الخط انا لاني وقفت لحظه شوي بس. نعم. اركب السماعة. زين طيب دكتور، هذه اشكاليات التقنيه. لا شيء بس. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، نذكركم فقط بأرقام هواتفنا على 24920، ورقمنا في الواتساب على 9479995. مجموعة من رسائلكم بدأت تصل إلينا عبر رابط البرنامج، وسنستعرضها إن شاء الله خلال قادم الوقت. معنا دكتور؟ أيوة أستاذ عبد الله. نعم. نبغى نشرح أكثر شيء المادة 74. بالضبط، هي المادة 74 هي اللي وضحته، فيعني بينت أنه يتعين اللي هم الآن مقدمي هذا طلب الاستجواب إنهم ينتقوا من بينهم شخص لشرحه أمام المجلس في الجلسة المحددة بالاتفاق بين المجلس ومجلس الوزراء، وإبلاغ رئيس المجلس باسمه قبل تاريخ تلك الجلسة يعني بوقت مناسب، وعلى الوزير الموجه إليه الاستجواب الرد عليه في الجلسة المحددة
ويكون لأحد مقدمين الاستجواب التعقيب على هذا الرد بشكل موجز، وعلى رئيس المجلس قبل قفل باب المناقشة أيضا حتى تكون المسألة فعلا يعني حرية برلمانية، بأنه يأذن بالكلام لأحد أعضاء المجلس المؤيدين وأحد الأعضاء المعارضين. نعم. بعد هذه عاد يكون قفل باب المناقشة، ويقرر بأغلبية الأعضاء الحاضرين إما بالاكتفاء برد الوزير والانتقال إلى جدول الأعمال، أو إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير يرفع بعد ذلك إلى المقام الثاني. نعم. هناك مادة بعد في غاية الأهمية وتهمنا نحن في وسائل الإعلام دكتور، مسألة سرية هذه الجلسة بل والتشديد على سريتها. ممكن بعد توضحها حلنا أكثر. هذه هي ترى لأنها المفروض أنها جلسة إجرائية برلمانية، يعني يفترض بها الأصل الطابع أنها تكون بالسرية، لأنه يعني حرصا أولا على محتوى المعلومات وإجراء الأصل في التعامل، الأصل البروتوكولي في خلينا نقول في جوانب التحقيق وأدوات التحقيق سواء كانت أداة تحقيق عادية نقول في التقاضي والدعاوي، أنها تتصف بالسرية. لماذا؟ لأنه هذا حرية أيضا تعاطي الشخص الآخر بطلاقة وحرية في الرد أمام المعنيين الذين يعني يقولون باستجواب، وأيضا الطرف الآخر يأخذ حريته في سرد الموضوع بأكثر أريحية حتى لا يكون مثل ما يقولوا أولا تحت الضغط الإعلامي بأنه مشاهد علنا. هذا جانب، والجانب الآخر أيضا خصوصية الأمر قد ينتهي كما تفضلت في سؤالك السابق إلى أنه الموضوع برمته يعني لا يخالف أي أطر قانونية، وبالتالي ينتهي بإغلاقه. نعم. فبالتالي محتاج يعني إلى هذه الخصوصية. نعم. لأنه هذا الأصل العام في أنه ما سمي استجوابا لأنه الاستجواب يتصل بالخصوصية. نعم. بخلاف يعني في مراحل متقدمة أخرى يعني. نعم. في الأدوات الأخرى. نعم دكتور، سؤال أخير ويمكن هو في ذهن كثيرين الآن، بما أن شرط الاستجواب هو وجود مخالفة قانونية صريحة، البعض يتساءل لماذا على مجلس الشورى أن يتدخل إذا كانت هذه المخالفة مخالفة قانونية صريحة؟ يعني وين أجهزة البلد الأخرى؟ عندنا يعني الدعاء عام، وعندنا كذلك أجهزة رقابية، يعني بما أنها المخالفة قانونية، يعني هي ما تقصير في أداء أو ملاحظات من المجلس، هي مخالفة قانونية. ترى هي الآن سيد الكريم أولا نقول بأنها مخالفة، ولأنها مطروحة الآن على أنها مخالفة لم تؤكد، وبالتالي التعامل معها بعد ذلك لاحق. هذا في الجزئية الأولى في تعامل أو تصرف الجهات الأخرى عن وجود. ويختلف تدخل إذا مثل ما تفضلت تسمية بعض الجهات المعنية مثل الادعاء العام أو الجهات الرقابي مثلا، يعني هنا لا، هناك يعني اكتشاف واقعة جرمية تشكل جرما وفق القوانين الأخرى، وبالتالي يتدخل بصفة مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية. أما يعني مثل هذه المخالفات يعني إطارها في خلينا نقول في تعديل القوانين والتشريعات يفترض بها لاحقا بإذن الله تعالى سيكون هنالك ما يسمى بالمحكمة الدستورية أو المحكمة النظامية، هي التي تقول قولها الفصل في أنه يعني هذا القرار مخالف أو هذا القانون مخالف للنظام الأساسي للدولة من عدم. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد. الله يحفظك أستاذ عبد الله، أتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا على الاستضافة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد بن سعيد الجهوري المستشار القانوني لبرنامج مع شبيبة، ونجدد الترحيب بسعادة سلطان بن حميد الحوسني عضو مجلس الشورى وممثل ولاية الخابورة. إذا الآن سعادتك نقدر نقول الخلاصة أن المجلس في انتظار رد مجلس الوزراء حول التنسيق لموعد الجلسة القادمة. بالضبط. أنا. بالضبط، المجلس قام بدوره وفق النظام المتاح له، وبالتالي الآن يتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء وانتظار الحصول على توافق على موعد لجلسة الاستجواب. نعم. طيب ننتقل لموضوع آخر يمكن سعادتك، صح أنه هذا الموضوع كان هو الأبرز، لكن هناك مواضيع لا تقل كذلك أهمية حقيقة، وأحد هذه المواضيع يمكن المقترح اللي تقدمت فيه سعادتك حول توفر يعني أو توفير عيادة متكاملة في المجمعات الرياضية وسيارة إسعاف خاصة بالمنشآت وطاقم طبي متخصص في الطب الرياضي، وهذا هو رأي لجنة الشباب والموارد البشرية. كيف خلصتم لهذا الرأي؟
هو في الشأن الرياضي كانت هناك إبداء رغبة ثنتين، واحدة منها طرحها سعادة الأخ مالك اليحمدي، ويمكن كلنا نذكر يعني الحادثة الشهيرة لوفاة اللاعب الشاب مخلد الرقادي، وما يعني من نتائج حقيقة يمكن وحراك حديث في الرأي العام حول هذا الحادثة. فكان هناك مقترح في هذا الشأن في أنه وجوب أن يكون هناك يعني مراكز طبية وسيارة إسعاف وكوادر مؤهلة في المجمعات الرياضية، كونها غالبا معظم المناشط الرسمية تقام في المجمعات الرياضية. لله الحمد هذا المقترح أيضا وجد القبول من خلال اللجنة وأيدت هذا المقترح، وكذلك أيضا من خلال اليوم الجلسة العامة الكل أيد هذا المقترح للحفاظ على الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الرياضيين الممارسين النشاط الرياضي. وهذا طبعا واحدة من الخطوات نتمناها تكون موجودة، ولكن هذا أيضا يعني يعزز معنا أيضا في ضرورة أنه يكون عنده حتى على مستوى الأندية الرياضية تكون عندنا مراكز طب رياضي أو أدوات طبية ومتخصصين، لأنه اليوم أبنائنا ما شاء الله يمارسوا النشاط الرياضي في مختلف الأندية المنتشرة في ربوع السلطنة، وبالتالي قد يكونوا معرضين لهكذا حوادث. ويمكن احنا يمكن شفنا حادثة مؤلمة مؤسفة، وفاة المرحوم لو مخلد الرقادي، ولكن هناك أيضا حالات مشابهة كثيرة حدثت منها في نادي ينقل، أذكر أيضا مساعد المدرب أعتقد سقط مغشي عليه ومن ثم توفاه الله سبحانه وتعالى في ملعب النادي. وبالتالي أعتقد صحة الإنسان يعني مهمة، خصوصا الممارسين للنشاط الرياضي تعرف معرضين لجهد، ويعني للأسف أنا أقولها حقيقة بكل أسف الاختبارات الصحية قبل ممارسة النشاط الرياضي ليست يعني بالحرص اللي يتوجب أن يكون عليه قبل اعتماد أي شخص أن يمارس النشاط الرياضي اللي فيه جهد بدني للأسف. والنتيجة اللي شاهدناها المؤسفة هذا غير عن المشاهد طبعا اللي جرى فيها الإسعاف بطريقة مشوهة وبطريقة يعني مؤذية حقيقة أن نشوفها بذلك الطريقة. هنا موضوع آخر يعني هنا أيضا أتفق معك أخوي عبد الله، وأيضا هنا نقطة جزئية مهمة أعتقد يجب الإشارة لها، القصد ليست سيارة إسعاف. أنا يهمني مضمون سيارة الإسعاف بما تحتويه من أجهزة قادرة على الاستعانة فيها في حالة التدخل في مثل هذه الحالات، والكادر أيضا اللي موجود داخل سيارة الإسعاف كيف يستطيع أنه يتعامل مع مثل هكذا حالات. إحنا سيارة ممكن نوفر، ما عندنا مشكلة سهلة، لكن المضمون اللي داخل سيارة الإسعاف، ونقولها بكل أسف معظم سيارات الإسعاف حقيقة ما فيها التجهيزات الملائمة. لذلك من الجيد أن يكون عندنا غرف يعني خلنا نقول أو مراكز بسيطة على الأقل للتعامل مع هكذا حالات لإسعاف الحالات اللي ممكن تحدث في ملاعبنا إلى حين يعني وصول سيارات الإسعاف لنقل الحالة إلى المستشفى المركز الصحي أي كان من جهات. لذلك يتوجب علينا الحرص على أنه يكون كل منشآت الرياضية فيها هكذا كوادر. طبعا خلنا نكون واضحين أيضا هذه الحالة ما قد تكون في الملاعب الرياضية، قد تكون على الشاطئ أو ممارس النشاط على الشاطئ أيضا صحيح. لكن هناك يمكن تعرف ما تقدر تعمل عليها كنترول وتضبطها لأن الشواطئ ممتدة وكذا، لكن على مستوى الأندية الرياضية المشهرة وعلى المنشآت الرياضية المعتمدة لإقامة المسابقات أعتقد أنه من الضروري ومن المهم حقيقة وجود هكذا يعني مراكز طبية متخصصة للتعامل مع هذه الحالات وكوادر طبية، وأيضا حتى سيارة إسعاف تسرع في نقل المصاب المتطلب نقله إلى المراكز الصحية. نعم سعادتك، يمكن أقول لك كل حد هذا المقترح جميل جدا، ولكن الرد المتوقع دائما أنه في يمكن تحدي مالي لتنفيذه. هل اليوم المقترح كذلك قدم بعض التصورات يعني تنفيذ هذا المقترح وإمكانية تنفيذه قبل أن يصطدم بحاجز الوفرات المالية أو غيرها؟ حياة البشر عبد الله يا أخي ما يفترض أن يكون العائق المالي عائق أمامها. والشيء الآخر ما أعتقد أن التكلفة والكوست الخاص بهذا يعني توفير مثل هذه المراكز ترى مش عالي. عندنا 12 مجمع رياضي بالضبط، وبالإمكان أيضا أعتقد من منطلق المسؤولية المجتمعية المساهمة من خلال مؤسسات القطاع الخاص إذا قامت الجهة المعنية يعني بمخاطبتهم، لأنه في النهاية التكلفة مش عالية. نتكلم على حياة بشر، حياة البشر اليوم يد على مستوانا الديني، نحن نتكلم على الدين الإسلامي وأيضا حتى النظام القانون سلطان المفدى عزه الله في النظام الأساسي كان حريص على التأكيد على صحة وسلامة وأمن المواطن، وبالتالي ما أعتقد أنها بتكون عائق بإذن الله. أهم شيء أنه يتم الإيمان
بضرورة وجود هكذا مراكز طبية للحفاظ على صحة الناس، وكل الأمور أعتقد أنها متيسرة إن شاء الله. نعم سعادتك، هذا سؤال من يعني أحد المتابعين على البث المرئي المباشر، يقول عادة في طلبات الاستجواب، نرجع للاستجواب مرة أخرى، كيف يعني يتم تجميع هذه الأصوات؟ يعني البعض يقول إنه عملية الأصوات أحيانا في الاستجوابات أو في أي أصوات أخرى إنه شيلني وأشيلك، يعني أنا والله لا. بقف معك هنا لا. أنت أنا يوم أقدم بعدين طلب استجواب تقف معي وهكذا يعني لا. وغير هذا الضغوط اللي يمكن من خارج المجلس نفسه. لا هذا مفهوم خاطئ مش صحيح حقيقة. يعني يمكن الشخص لما يكون عنده طلب استجواب أو طلب مناقشة أو أي كان من الأدوات البرلمانية يتم التواصل مع الأعضاء ولا يستطيع أن يلزم أي عضو من الأعضاء التوافق معه يعني في وجهة النظر وفي الرأي. والدليل على ذلك أنه حتى طلب الاستجواب هذا اليوم حصل ما شاء الله عدد الموقعين عليه أعتقد أغلبية مطلقة موقعين على طلب الاستجواب، كان بالإمكان إجازته ومع ذلك عرض على جلسة عامة للتصويت عليه. بنتكلم اليوم على رقم اللي وقعوا على طلب الاستجواب في الأصل وصل إلى الرقم اللي خلنا نقول اللي كان يحتاجه للإجازة ومع ذلك عرض، فما هذا المفهوم مش صحيح، ما أتفق معه. نعم لكن يعني ما تشعر ساعتك أنه من المثالية تقول أنه هذا ما يحدث، لأنه حقيقة بعض القصص اللي نسمعها يمكن ما على الاستديو وخلف الميكروفون تقول أنه فعلا في أحيانا تحركات من هذا النوع، ويمكن حتى تحريك بعض طلبات الاستجواب أو غيرها يمكن تتم بضغوط حتى من خارج المجلس نفسه. قد يكون، وهذا شوف أي شخص عنده اليوم يعني أداة من الأدوات البرلمانية يحتاج أنه يستخدمها يتبع كل السبل اللي تؤيد وجهة نظره من التواصل مع الأعضاء لتأييد وجهة نظره لإقناعهم، ولكن إحنا ما نستطيع حقيقة أن نرفع حقيقة الأعضاء على أنهم يسيروا كذا يعني من جانب عاطفي وطلبة، وهذا إحنا مجتمع ترانا قبلي لأن كل واقعيين أيضا إحنا مجتمع قبلي قد يكون، ولكن ليس بالضرورة أن نعمم على كل الحالات. إذا ظهرت حالتين مع 50 طلب مناقشة أو استجواب أو وسيلة فأعتقد أنه من الظلم التعميم. نعم زملائنا جميل أزيد وعلى المحارب كانوا موجودين اليوم في مجلس الشورى وأجروا بعض اللقاءات نتابع بعضها. هذا طلب الاستجواب تم وفق قانون مجلس عمان، مجلس عمان ينظم مثل هذه الاستجوابات وفق بنص قانوني، وبالتالي طلب الاستجواب قد أخذ كل المراحل الإجراءات القانونية حتى وصل إلى قاعة المجلس، والمجلس صوت عليه بشكل إجمالي دون تفصيل لأنه قد استكمل الشكل الجانب الشكلي في التصويت وتم التصويت عليه. يرفع بعد هذا يرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء حسب نصوص القانون اللي منصوص عليها في مجلس عمان. أولا رأي الفني غير ملزم للمجلس، وهو إجراء غير قانوني وغير منصوص عليه في قانون مجلس عمان، وبالتالي لا يلتفت إلى هذا الطلب. يكفي أن يتم تقديم الطلب من 15 عضو ويرفع إلى مكتب المجلس ومن ثم يتم التصويت عليه، وفيما بعد بالتأكيد لن يرفع طلب استجواب إلى مجلس الوزراء ما لم يكن مستكمل كل الجوانب الشكلية والقانونية. رب العالمين اليوم يعني واحدة من الأدوات اللي تعتبر هي الأقوى على قانون مجلس عمان تم تطبيقها، وهي التصويت على استجواب وزير الإعلام على وفق مخالفات تم رصدها حوالي 6 مخالفات تم التصويت عليها، وفقط يعني تم التصويت عليها بنسبة الغالبية الأكثر اللي هي فوق 70%، وبإذن الله سبحانه وتعالى أنه يكون هذا واحدة من يعني التفعيل لهذه المؤسسة، ويكون يعني كما أريد لها في رؤية عمان 2040 أن تتفعل الدور الرقابي والتشريعي، ومن أجل خدمة هذا الوطن، وأيضا المجلس هو عين السلطان وعين المواطنين. الإجراء المتخذ في الاستجواب كان إجراء سليم، واتخذ إجراءته ودورته السليمة، ولا توجد له أي إشكاليات في موضوع الإجراء، فقط اختلفنا على موضوع اللي هو الإجراء في القاعة، وتم تصويب الخطأ والتوافق على ما يعني تمشي عليه القوانين.
ما في جلسة اليوم هو إقرار طلب الاستجواب المقدم من زملاء الأعضاء، وتم التصويت عليه، وبإذن الله تعالى سيشق طريقة وفق الإجراءات المقررة في قانون مجلس عمان. كذلك في جلسة اليوم تم مناقشة مقترح إلغاء المادة 32 من قانون المطبوعات والنشر، وحقيقة كان عند الأخوة المتقدمين بالطلب رؤية بإلغاء هذه المادة من باب فتح الحرية بشكل أكبر، وكان لنا كلجنة إعلام وثقافة رأي حول أهمية بقاء هذه المادة لحماية المؤسسات الإعلامية من أي مساءلة أو مطبات قد تكون، فهي تعتبر خطوة استباقية لمعالجة ما يمكن معالجته قبل أن يقع أي إشكال لدى المؤسسات وحماية كذلك العاملين في هذه المؤسسات الإعلامية. ولكن في النهاية يبقى رأي ورأي الآخر موجود، ونحن هنا نختلف من أجل الوطن، فكل يبدي رأيه ورؤيته، وكل من يقدم حجته ودليله وبرهانه والمبررات الداعية إلى ذلك، فهذا أمر طبيعي، والمجلس دائما يعني يتكامل بالاختلاف، والاختلاف يعني يؤدي إلى إثراء ما يقدمه المجلس وما يتفاعل به المجلس خدمة الوطن والمواطن بشكل عام. فيما يتعلق كذلك باللغة والتواصل مع الآخر، فطبيعي نحن نحترم البعض في التوجهات، فاللغة البرلمانية دائما ما تتسم بالاتزان والهدوء والاستماع للآخر وتقبل الأمر بكل رحابة صدر، فهذا الرقي يعكس مدى وعي الأعضاء والنضج الذي يتمتع به الزملاء الأعضاء في مناقشة القضايا حتى ذات الجوانب العالية الحساسية، وكذلك تفعيل أدوات المتابعة تفعيل جيد وفق المنطق القانوني الذي يعني راح يرجح استخدام تلك هذه الأداة أو تلك بما يعني يجعلها تحقق الأهداف التي من أجلها تم استخدامها من خلال الدراسات المستفيضة لهذه الأداة، وكذلك معرفة الأسباب والدواعي لاستعمال هذه الأداة أو تلك، فبالتالي نكون فعلا قد حققنا المرجو والفاعلية المرجوة من الأدوات المتابعة الموجودة في قانون مجلس عمان. إذن هذا كان جانب من مجموعة لقاءات أجراها الزملاء في مجلس الشورى اليوم. سعادتك، كان من ضمن كذلك المقترحات التي قدمت مقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، وقبل لا نتحدث عن هذا المقترح من الجيد يعني سعادتك نعرف المستمع والمتابع بماذا نقصد بالهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي. نعم، هو يمكن اليوم أيضا تم إجازة مقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، وهذا طبعا قانون هو 81/2007 آخر تعديل صدر فيه. الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي المقصود فيها الأندية الرياضية والمراكز الرياضية المشهرة في بعض الولايات اللي ما فيها أندية رياضية. وطبعا هنا يمكن المقترح لتوضيحه هو يعني إضافة عبارة الفرق الأهلية الرياضية، لأنه الآن هي هذه الفرق الأهلية المشهرة الآن في عموم السلطنة في مختلف الأندية، أعتقد عددها يعني تجاوز 700 فريق أهلي منتشر، لا يوجد لها يعني نص أو وجود في قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي. لذلك احنا اقترحنا إضافة بند إلى نص المادة 50 أنه تكون الفرق الأهلية شاملة. طبعا هو قانون الهيئات الخاصة أيضا للعلم بعد صدور المرسوم السلطاني أعتقد 57/2012 إلى 57 أو 57 أعتقد 2012 خرجت من تحت عباءته اللجنة الأولمبية والاتحاد الألعاب الرياضية إلا في الجوانب الرقابية المالية، طبعا لأنه كان في النظام الأساسي لكل اتحاد من الاتحادات المعنية بما يتوافق مع الاتحادات الدولية المنتسبة. لذلك يعني تم اقتراح من تعديل في القانون مقترح هذا، ومن بعده تضاف مادة أخرى تسمى المادة 70 تقول تصدر الوزارة لائحة داخلية موحدة تعني بتنظيم انتساب الفرق الأهلية الرياضية وكيفية إدارة أعمالها وتشكيل لجنة إدارتها والتصرفات القانونية الخاصة بالأموال الثابتة والمنقولة وفقا للقانون. طبعا البعض قد يتساءل إيش هي المبررات لاقتراح هكذا قانون. أبرز الأشياء اللي ارتكزنا عليها عدم وضوح المركز القانوني للفرق الأهلية حاليا، لأنها هي تستند على قرارات وزارية في بداية التسعينات، وهذه كانت مستندة على المرسوم السلطاني 42/82 فيما يتعلق بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي وتم إلغاؤه. لذلك
صدور قانون آخر بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي وفق المرسوم السلطاني 81/2007، هذه القرارات المبنية على قانون غير نافذ ضمنيا ملغية في حال صدور قانون جديد. لذلك الكيانات هذه كفرق أهلية تعتبر أيضا يعني ما في كيان قانون، ما في ما في ما في يعني شكل قانوني لها. هذا جانب ازدياد الشكاوي يمكن والدعاوي المقدمة للفرق الأهلية على الأندية يعني بعض الأندية في المحاكم يعني تسبب في تباين الانتساب وطرق الانتساب المختلفة من نادي إلى نادي. يعني نفترض السين من الأندية نظامه يقول إنه 1-2-3-4 النادي المجاور له نظام مختلف كليا. الرسوم اللي يتحصلها هذا النادي لانتساب الفرق الأهلية مختلفة عن الرسوم اللي يحصلها في 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 النادي الآخر. لذلك قلنا لا، الأفضل أنه يكون هناك مرجعية قانونية لهذا الأمر، وتكون من خلال قانون الهيئات الخاصة. تضمن الفرق الأهلية في قانون الهيئات الخاصة، ومن ثم تاليا إصدار لائحة من خلال وزارة الثقافة والرياضة والشباب تنظم عمل هذه الفرق الأهلية. وأنا أذكر حقيقة يمكن في فترة من الفترات شكلت لجنة من عدد من رؤساء الأندية، وأنا كنت من ضمنهم حقيقة، في رفع مسودة مقترح للائحة معنية بالفرق الأهلية، لكن لم ترى النور. أتمنى أن ترى النور في القريب. وهذا التنظيم قد يكون ضروري جدا، لأننا نتكلم في الفاصل سعادتك أن هذا الفرق الأهلية بعضها يمتلك أصول، يمتلك استثمارات، وهي بدون نظام أو لائحة واضحة. ينضم الآن مباشرة معنا عبر الهاتف سعادة منصور السعيدي، عضو مجلس الشورى وممثل ولاية الخابور. أهلا وسهلا بك سعادتك. أهلا فيك عبدالله. يا مرحبا وسهلا فيك سعادتك. ألقيت اليوم بيانا عاجلا حول آثار الأنواء المناخية إعصار شاهين، وركزت بشكل كبير على الجانب التعليمي، على جانب المدارس. نتحدث عن أبرز ما جاء في هذا البيان العاجل. شكرا لك عبدالله، وشكرا على تفاعلكم ونقلكم هموم المجتمع وهموم المواطنين، فجزاكم الله خير على هذا التفاعل المستمر وبارك الله فيكم. بالنسبة لحفظ الله، بالنسبة للبيان طبعا جاء نتيجة مطالبات أهلية كثيرة، وبعد مرور 6 أشهر من الأنواء المناخية إعصار شاهين، طبعا حددنا 4 محاور من أجل هذا البيان، لألا وهي مثل ما تقول المدارس المتأثرة بإعصار شاهين وتركت وهجرت ولم يتخذ إجراء فيها، مثل مدرسة زهرة المدائن التي تأثرت بالإعصار، تركت مثل ما هي، تم التعدي على ممتلكات هذه المدرسة من سرقات، من العبث في محتويات هذه المدرسة، نقل طبعا الطلبة إلى مدارس أخرى في الفترة المسائية، مما شكل عبء إداري كبير جدا على المديرية وعلى أولياء الأمور أيضا بنقل أبنائهم. لم يتخذ إجراء في هذه بخصوص هذه المدرسة، ولم تشمل أيضا في الصيانة اللي مثل ما تقول بنتوقع البدء فيها هذه الفترة، لم يتخذ إجراء كذلك بإزالة هذه المدرسة وإعادة بنائها. طرقنا كذلك في ضمن البيان بخصوص الكثافة الطلابية على مستوى السلطنة بشكل عام، والمدارس أيضا ولاية الخابورة بشكل خاص، مثل مدرسة صفية نحن المطلب فيها كثافة عالية جدا. مدرسة أمامة جهزت منذ 3 سنوات كمبنى كهيكل، لكن ما ندري إيش اللي داخل هذه المدرسة، لم يفصح عنها، لم تم تعيين طاقم أو الهيئة التدريسية والإدارية والإشرافية على هذه المدرسة، وعلى أمل أنهم تبدأ عملها في 2019-2020، لكن للأسف الشديد لحد الحين منذ 3 سنوات تم تعيين الكادر التدريسي لكن بدون حلول. أثناء إعصار شاهين تم النقاش من أجل هذه المدرسة بحيث أنها تكون مأوى للأسر المتضررة، وتم تواصل مع وزارة التربية في خصوص هذا الموضوع، لكن لم نجد إجابة فعلا على هذا الأمر. كذلك الأخ عبد الله طرقت في البيان سبب تأخير الكتب الدراسية. كثير من الطلبة لحد الحين لم يستلموا كتبهم الدراسية. وإحنا شاركنا على يمكن انتهاء الفصل الدراسي الثاني حتى. على مشارة انتهاء الفصل الدراسي الثاني نعم. الإشكالية بتكون على المدارس في إعداد الاختبارات، كذلك الطلبة الذين لم يستلموا كتبهم
إيش هو الحل وإيش هو الإجراء اللي بتتخذه وزارة التربية في هذا الأمر. نعم. كذلك تطرقت إلى موضوع العمالة الوافدة من الذكور في مدارس البنات. وهذا الموضوع طرح في أكثر من موضع وفي تخوف من هذا الأمر، لكن المقاطع المسيئة لمنظومتنا التعليمية التي انتشرت في الفترة الأخيرة تظهر هذا الأمر وهذا التخوف أيضا. نعم. لكن الوزارة للأسف الشديد لم تتخذ إجراء في هذا الأمر. نعم. سعادتك يعني لو بقاطعك، سعادتك وفق الملاحظات اللي ذكرتها يبدو أنه عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى كذلك يتوافقوا معك حول هذه الملاحظات. يعني مشكلة الكتب الدراسية تواجه جميع مدارس السلطنة، مشكلة المنشآت نفسها، العمالة الوافدة وغيرها، قائمة طويلة يمكن تخص وزارة التربية والتعليم. هل هناك نية لدى المجلس أو مبادرة من أحد الأعضاء التصعيد نوعا ما، سواء في طلب مناقشة أو ما هو أبعد من ذلك ربما، بما أن اليوم نتحدث عن الاستجوابات وغيرها؟ والله النية طبعا موجودة في بعض الأخوة من أصحاب السعادة، طبعا عندهم نية لعمل استجواب أيضا مع الوزيرة في هذا الأمر بسبب هذه المخالفات الصريحة وهذه الأمور اللي تحدث فعلا في وزارة التربية. النية موجودة إن شاء الله، والعمل أيضا قائم في على هذا الموضوع. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في هذا الأمر، وبإذن الله الجميع هدف ومصلحة هذا البلد وأبناء هذا البلد. نعم. ونحن أبناءنا كذلك من ضمن هذه المنظومة التعليمية، ومثل ما يحدث لغيرهم يحدث لهم، فالهم واحد. وبإذن الله نحن بنتطرق لكل المواضيع اللي تأثر على أبناءنا الطلبة ورايحين نناقشها إن شاء الله. نعم. بإذن الله إن شاء الله ماشيين في هذا الأمر. سعادتك في إجراء عملي ولا هي مجرد يعني نية وربما حديثها كذا؟ لا في إجراء، في إجراء بإذن الله. وفي خطوات أيضا على في الطريق إن شاء الله بإذن الله. نعم. شكرا جزيلا لك سعادتك. بارك الله فيك أستاذ عبد الله، جزاكم الله خير على اللقاء الطيب. يعطيك العافية سعادة منصور بن عبد الله السعيدي، عضو مجلس الشورى وممثل ولاية الخابورة، كان معنا للحديث عن البيان العاجل الذي ألقاه اليوم في مجلس الشورى حول إعصار شاهين والتأثيرات على بعض المؤسسات التعليمية هناك في الولاية. وحراك كبير اليوم سعادتك يعني في مجالات مختلفة، لكن نرجع لموضوعنا وموضوع المقترح لتعديل القانون، لأن تلقينا بعض الأسئلة حوله. يعني هذا السؤال سعادتك وأراه يعني حقيقة مهم، يقول لك إلى أي مدى يمكن أن تضيف هذه الفرق الأهلية إلى الأندية إذا ما تكاملت وإذا ما أطرت بقوانين؟ لأنه يمكن المثال اللي ذكرته أن بعض الفرق الأهلية تواجه الأندية بدعاوى يمكن حتى في المحاكم وغيره، يعني ما يعطينا مؤشر يمكن إيجابي عن هذه العلاقة وتكامليتها. فمن وجهة يعني نظرك سعادتك، إلى أي مدى يمكن هذا القانون أن يؤثر إيجابا على هذه العلاقة؟ شخصيا من خلال يعني معايشة واقعية للفرق الأهلية والدور اللي تقدمه الفرق الأهلية، أراها جدا 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 مهمة حقيقة، لأنها اليوم مستوعبة أبناء المجتمع هذه الطاقات وهذه المواهب في الأصل. لنكون واقعيين عبد الله، يمكن أنت مش غريب عليك وكثير من المستمعين الكرام يعني مش غريب عليهم، أصلا قدرات الأندية ضعيفة جدا، ما قادر تستوعب أبناء المجتمع في مختلف يعني مواهبهم ورغباتهم ميولهم. من اللي ساهم في استقطاب أبناء المجتمع؟ الفرق الأهلية. صحيح. تبقى هنا التفاوت وين؟ في الفريق الجاد اللي عنده إدارات تشتغل برؤية واضحة وأهداف محددة وبخطط مدروسة أثروا إيجابي في المجتمع. وحقيقة لنعطيك مثال على مستوى ولاية الخابورة، أنا أستطيع أن أقول لك أكثر من 80% من الفرق الأهلية المنتسبة مقدمة إضافة رائعة بل متميزة حقيقة، حتى الفكر اللي لمسناه منهم في السنوات الأخيرة في مسألة العمل كمنظور مستقبلي يوحي بإيجابية وأمل يعني بغد مشرق إيجابي. نعم. لذلك وجود نص في النظام الأساسي أو في قانون الهيئات الخاصة ووجود لائحة موحدة يعني تحدد مسار هذه الفرق الأهلية وعلاقتها بالنادي، ما لها وما عليها وأدوارها، أعتقد أصبح أنه أمر مهم. وفي نفس الوقت يا أخي نحن في حال نعيش في حالة فوضى الآن.
يعني أبناء عمان، أبناء المجتمع في ولاية الخابورة يطبق عليهم نظام مختلف عن أبناء جيرانهم في صحم، أبناء صحار ينطبق عليهم، ما يصير. يفترض نظام واحد. نعم، الحالي هو اجتهادات الأندية نفسها فقط في تنظيم العلاقة بينها وبين الفرق الأهلي. وهنا ندخل في مسألة جدلية حقيقة، وبالتالي بما أنه الأندية الرياضية المشهرة هي تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ما يأتي تحت هذه الأندية يجب أن يكون أيضا موحد، لأنه يطبق على الأندية قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي. فماذا عن المنتسبين للفرق الأهلية؟ للعلم الآن التنظيم الداخلي على مستوى الفرق الأهلية على مستوى النادي، يعني الوزارة لا تعترف فيه، تقول لك أنا أعترف بعضوية الفرد وليس الفريق. طيب المفارقة العجيبة أن الوزارة تجيز منح هذه الفرق أراضي، استثمارات، تقيم لهم بطولة على غرار بطولة شجع فريقك. طيب التنظيم الداخلي شأن من؟ قال لك هذا شأن النادي. طيب إدارة النادي الحالية ترى هذا التنظيم، ربما الإدارة التالية بعد 4 سنوات تغير النظام، فصار المنتسبين تايهين ما عارفين على أي نظام يعني يتبعوا. إذا شخص اليوم مثلا على سبيل المثال من سكان ولاية معينة انتقل لظروف معينة لولاية أخرى، هو أبناؤه لما يروحوا النادي في نفس المحيط ما يعرفوا النظام، لأن النظام مختلف عن نظام ولايتهم، فما يصح. نعم ما يصح. نعم سألتك هذا السؤال يبدو أنه من أحد أبناء يمكن ولاية الخابورة، حول ملاعب الفرق الأهلية التي تأثرت بإعصار شاهين، من خلال مساعيكم سعادتك هل هناك أي خطوات إيجابية نحو ربما مساعدة أو تعويضات أو شيء من هذا القبيل تمكنهم في إعادة تأهيل ملاعبهم بشكل المطلوب؟ والله نحن فرق الأهلية المساكين اللي معانا الله يعينهم حقيقة، جزاهم الله خير، وفي بعض منهم حقيقة يعني الواحد يعني أنا أقول لك شخصيا يمكن أنا يعني من معايشة واقعية شفتها تدمع العين، لأنه دفعوا آلاف الريالات على إقامة هذه المنشآت الرياضية، وجاء قدر الله سبحانه وتعالى أنه صار شاهين جي. طبعا مش الملاعب فقط، حياة الناس كثيرين، ويمكن حقيقة كلمة شكر وتحية لأخي سعادة الأخ منصور السعيدي حقيقة على بيان اليوم اللي قدموا أيضا فيما يتعلق بالقطاع التربوي والتعليم، خصوصا مدرسة زهرة المدائن. هذه المدرسة اللي في الأصل أصلا هي يعني متهالكة قديمة جدا وللأسف لم ترى حراك. كذلك الفرق الأهلية، أنا كنت في زيارة لسعادة الوكيل وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة قبل تقريبا 3 أسابيع، وكنت أتحدث معه فيما يتعلق بشأن تعويضات الفرق الأهلية، لأنه شكلت لجنة في هذا الشأن وزارة يعني الفرق الأهلية ومنها النادي، لما عاد إحنا النادي أيضا متأثر كان. وأقول إحنا ما حصلنا جواب، قال إنه الأمر رفع للجنة العليا اللي شكلت من المقام السامي، وهم رفعوا التصور بناء على زيارة ميدانية وينتظروا، وأباح لي حقيقة إنه المبالغ كبيرة. فأنا متفق مع أن المبالغ كبيرة، لكن ما ذنبهم؟ اليوم يا جماعة الخير يعني هذول أبناء المجتمع جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، يدفعوا من جيوبهم، صحيح، يقيموا ملعب، يحفروا بير، يصوروا، يقيم أنشطة وبرامج، كثر الله خيرهم. لما طاحوا في الأزمة محتاجين وقفة، صحيح. وأنا أقول أتمنى من حكومتنا الرشيدة أنها فعلا تتعاطى مع موضوع هذا الفرق الأهلية بشيء من الشفقة والرحمة، خصوصا الفرق اللي تأثرت. وهنا أيضا إذا تأذني يمكن أن بوجه أيضا دعوة حقيقة لمؤسسات القطاع الخاص من منطلق المسؤولية المجتمعية أن تساهم في انتشال هذه الفرق الأهلية والقائمين عليها، يعني من الوضع اللي هم أصبحوا عليه بعد أن اجتهدوا، تعرف ترى هي قائمة على تجمعات، يجمعوا مال من هنا ومن هنا، صحيح، عشان يقيموا هذه الفرق. اليوم أصبح وضعهم صعب، وبالتالي من منطلق المسؤولية المجتمعية أن تساهم. أيضا رسالة إلى المعنيين وتحية شكر في ذات الوقت إلى بنك مسقط المبادرة الملاعب الخضراء. أتمنى ليس استثناء ولكن عطفا على الظروف اللي مرت فيها الفرق الأهلية في ولاية السويق وولاية الخابورة وكذلك جزء من الأخوان أيضا في ولاية الصحم، أن يعطوا الأولوية في هذه الفترة على الأقل في هذه النسخة. نعم. يعني للتعاون. نعم أنا أضيف فقط على كلامك سعادتك أنه هذه الأهالي ساهموا أصلا مع الحكومة من خلال إنشائهم لهذه الملاعب، لأنه في استراتيجياتهم يقولوا أنه المفروض أنها تنشأ مسطحات خضراء وتنشأ ملاعب لصحة المجتمع. اليوم طبعا الأهالي سبقوا حتى هذا، وهم أنفسهم يعني حنا أعرف يمكن بعضهم يستقطعون من رواتبهم ترى، صحيح، عشان يساهموا بشكل، صحيح، شهري، نصيب أسرهم، نصيب أسرهم، صحيح، لإنشاء هذه الملاعب. حقيقة سعادتك لكم تجربة في نادي الخابورة في الجانب الاستثماري، واشتغلتوا اشتغال كبير حقيقة على تعزيز هذا الفكر الاستثماري في النادي. اليوم كيف ممكن
أنكم تعملوا على نقل هذه التجربة للفرق الأهلية، سواء من خلال تقديم ربما استشارات معينة، من خلال كذلك برامج معينة، تسهيل إنشاء مثل هذه الاستثمارات، بحيث أنهم إذا واجهوا ظروف صعبة سواء لا قدر الله لأحوال مناخية أو غيرها يكون عندهم شيء يعني يقدر يستندوا عليه. صحيح، إحنا طبقنا التجربة حقيقة، وكان هناك يعني رغبة جادة حقيقة من أحد الفرق المنتسبة للنادي اللي هو تحديدا فريق الخويرات اللي كان يرأسه أخي راشد الخطيطي جزاه الله خير، رغم التحديات والصعوبات اللي مر فيها لأنه إرادته كانت موجودة هو وأخوانه في مجلس الإدارة ومنتسبين فريق الخويرات، واليوم مشروعهم رأى النور، أجروا محلاتهم التجارية اللي أنشأوها. فهذه تجربة تؤكد متى ما كانت الإرادة موجودة أنا أعتقد أنه ممكن، وإحنا على استعداد ونعلنها حقيقة على استعداد لأي مساعدة كانت بأي شكل من الأشكال إذا كان هناك خطوات جادة من الفرق. وأنا شخصيا يمكن تكلمت مع بعض الفرق بحكم موقعها الممتاز متفردة في مواقعها أنها تبدأ في عمل المشاريع، لأنه تعرف ليش أخي عبد الله، الرياضة مصرف فيها مال. صحيح. وأنت محتاج إلى استدامة مصدر التمويل اللي يأتيك، لأنه كل سنة يوم بعد يوم وسنة بعد سنة المصاريف تزيد، فيجب أنك ما تعتمد على الهبات، بتعتمد على الهبات اليوم وبكرة وبعد بكرة. طيب وبعدين هل بيتموا نفس الداعمين مستمرين وكم بيدعموا؟ لذلك القيام بمشاريع فيها استدامة وفيها عائد مالي أصبحت خطوة مهمة. وأنا أتمنى أيضا أن لا نركز على بناء محلات تجارية أو شقق، حتى مفهومنا الرياضي يمكن يعني أسرك بأمر، نحن يمكن حتى عندنا على في مجلس الشورى الآن جالسين نشتغل على مشروع الاستثمار في القطاع الرياضي، وجلسنا مع عديد من الجهات، جلسنا مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، مع وزارة المالية، مع جهاز الضرائب، مع ممثلين لمؤسسات القطاع الخاص، مع ممثلين للأندية الرياضية، لما نطلع بتصور مختلف عن جهاز الاستثمار أيضا العماني، في أصول موجودة، هذه الأصول قوية ما مستثمرة. ليش؟ محتاجين جهة تتبنى استثمار هذه الأصول اللي موجودة ونطلع. يا أخي نحن جزء من العالم، العالم اليوم الرياضة صناعة، وإحنا ما زلنا على هواية وعلى ترفيه، رغم أنه مثل ما تفضلت أنت وقلتها الآن، الرياضة والفرق الأهلية ساهمت في رؤية عمان 2040 في المسطحات الخضراء، في الجانب الصحي، في الجانب الترفيهي، في الجانب الأمني، فهمني؟ وفي اكتشاف مواهب. وما احنا للأسف يعني، فنحن محتاجين شيء من التنظيم. ونحن أيضا نؤكد لك على إجابة على سؤالك، احنا مستعدين إذا كان هناك النية والرغبة الصادقة موجودة في شيء من الفرق، نحن مستعدين وعلى استعداد أن نقف معهم ونساهم معهم في هذا الأمر. ويمكن أيضا شيء بالشيء يذكر، سنطلق الآن مبادرة بالتعاون مع أكاديمية التمكين اللي هي الدعم للنادي من خلال خطوة من الخطوات تختص بالفرق الأهلية لدعمها في إقامة مشاريع. نعم. والمشاريع أعطيك على سبيل المثال جيم رياضي في أحد الفرق الأهلية، تستقطع جزء من مساحة الأرض، جيم رياضي هو يخدم المجتمع وأبناء المجتمع، وهو أيضا قادر أن يحقق مردود مادي. نعم. مسبح على سبيل المثال، ما شرط نفكر في محلات تجارية وبناية. يعني هو على هذا الطاري سعادتك، يمكن إذا تطورت المنظومة بهذا الفكر بشكل عام راح تسقط على الأندية وتسقط على الفرق الأهلية. وأكيد من خلال وجودك كذلك وإدارتك لأحد الجلسات الموجودة في تطوير استراتيجية الرياضة العمانية الخاصة بالاقتصاد والتنمية والرياضة، يعني أكيد كثير من الفرق والأفكار مطروحة. نحن جمعنا الشباب مع سعادة باسل وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وحقيقة الأفكار اللي قدموها الشباب، وهذا جانب آخر يمكن الالتفات له في الجانب الاستثماري، كانت فريدة من نوعها سعادتك. يعني أحد الشباب كان يقدم فكرة المتاجر الإلكترونية، يقول أنا اليوم ما أقدر أحصل قميص النادي تبعي. صحيح. فالأفكار أتوقع كثيرة يعني سعادتك، وإشراك الشباب يمكن واجد مهم في تحفيز مثل هذه الأفكار مهم. وأيضا إحنا لما نتكلم على الشباب نتكلم على جانبين من الشباب، علينا إحنا ما نركز على الشباب اللي هو العنصر الذكور، لأنه حقيقة الملاحظ الآن يطغى على الاستفادة من الأندية الرياضية اللي موجودة الشباب الذكور. طيب العنصر الثاني الفتيات لها النصيب في وفق خصوصية متاحة الآن بعد الأوامر السامية اللي جاءت من المغفور للسلطان قابوس الله يرحمه طيب الله ثراه، صارت في صالات رياضية مغلقة. صحيح. فيها تحكم أنه ممكن يمارسوا نشاطهم الرياضي بكل خصوصية. نحن اليوم ما ننظرها فقط رياضة، جانب صح. أمني، جانب صحي، جانب أخلاقي. صحيح. كثير صحيح. من الجوانب في الرياضة تستطيع أن تقوم بدورها، ولكن متى؟ عندما نغير مفهوم
وفكرنا عن الأندية الرياضية. يعني للأسف إحنا ما زلنا ننظر إنه فريق كرة قدم. لا، الأندية الرياضية اليوم أصبحت مفهومها مختلف كليا. لذلك احنا حقيقة كتجربة في على مستوى النادي اشتغلنا باستراتيجية وفق الإمكانيات المتاحة ان نحول النادي الى مفهوم اخر حاضن لأبناء المجتمع بمختلف يعني تطلعاتهم وآمالهم ورغباتهم. ولكن طبعا هذه بتحتاج الى فترة زمنية طويلة. اعطيك مثال، نادي السيب اليوم من الأندية النموذجية الجيدة حقيقة في تفعيل مختلف المناشط والبرامج اللي موجودة معه، واستفاد من موقعه الجغرافي اللي موجود والرؤية الثاقبة حقيقة لإدارته اللي يقودها صاحب السمو، يعني في 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 جعل السيب حاضر لأبناء المجتمع لفترة زمنية معينة، والآن أصبح السيب منافس في كل الألعاب. نعم. ليش؟ لأنه أسس. إذا نحن محتاجين نؤسس، ومحتاجين أيضا هناك يعني مسؤولية وواجب حقيقة على الحكومة تساهم في هذا التأسيس بمنظور يعني يتشابه. إذا لم يكن يعني مثل ما هو موجود في العالم الآخر. العالم الآخر اليوم الرياضة أصبحت صناعة. نعم. بمعنى الكلمة. ونحن ما زلنا. نعم. هل تشعر ساعتك أننا محتاجين نرجع خطوة شوية إلى الوراء ونبدأ نفكر مرة أخرى؟ ضروري. بنظرتنا إلى الرياضة اليوم الشباب يعتب ويقولوا حتى في رؤية عمان 2040 ما نشوف شيء خاص وحده للرياضة. رفاه. يعني قال لك هذا مخلاه من ضمن منظومة أولوية الرفاه الاجتماعي. نعم. وبعدين في تفاصيل تخص الصحة وما أعرف إيش وغيرها يعني. بالضبط. اليوم الشباب يقولوا نحن نطمح أن نشوف منشآت رياضية متطورة ما تعامل ملاعبنا الرياضية مثل ما يعامل مركز صحي ومدرسة. بالضبط. وهذه التنمية في كل المحافظات وخلاص. نفس الشيء، ما عندنا مؤشرات واضحة في تنافسنا وصناعة الأبطال في مختلف المجالات الأولمبية وغيرها. يعني اليوم إذا نحن حتى الاستراتيجية هذه اللي تحدث البعض بشوفها ما بقدر الطموح. لا أبدا. اللي يصنعنا فارق كبير. أتفق. اليوم إذا ما أسسنا شيء للقادم ساعتك يمكن نجد أنفسنا بعد 5 سنوات 6 سنوات ما تحرك كما كنا. نعم. كما كنا. كما كنا والآخرين تقدموا. وهنا المشكلة. ويعني ما أتمنى أنه ما حد يعني يزعل من كلامنا الحقيقة. حتى موضوع الاستراتيجية، عادة تنقيح الاستراتيجية، أنا لما جات الدعوة وشاركت فيه كنت متفائل وفرحان وما زلت متفائل. ما أقول لك ما متفائل، بس مش بالقدر اللي كنت أتمناه حقيقة. إحنا جبنا استراتيجية في 2005 وضعت من خلال الجلسة اللي كانت في جامعة السلطان قابوس، ويقال إنها نفذت. ما أعرف كيف نفذت، ما أعرف، مع أني أنا كنت موجود في القطاع الرياضي صار لي سنوات طويلة. وجينا ننقح هذه الاستراتيجية بعد مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة. لا لا لا، نحن محتاجين استراتيجية مختلفة عما كانت عليه وفق يعني تطلعاتنا. إيش نبغى؟ إحنا خلينا نحدد أهدافنا. إيش نبغى من الرياضة؟ إيش هدفنا من الرياضة؟ وين نبغى نوصل في حقيقة الأمر؟ في نفس الوقت ماذا نملك؟ وماذا نستطيع أن نوفر لنستطيع أن نحقق أهدافنا؟ إحنا كل هذه مغيبة حقيقة، ما عارفين شيء. إذا اليوم نتكلم على فرق أهلية جزاهم الله خير، كثر الله خيرهم، قائمين عليها أفراد من أبناء المجتمع ومساهمين فيها، وهي ما لها شكل قانوني. نعم. إحنا شوف، إحنا ما عارفين إيش بنبغى. في نفس الوقت أنا أقول ما شرط إحنا نأخذ تجربة من سين من الدول نطبقها بحذافيرها. لا 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 لا، لنا خصوصيتنا. لنا مو إحنا ممكن نتميز على فكرة في رياضة المغامرات. صحيح. على سبيل المثال. وأتفرد عن الآخرين على مستوى المنطقة على الأقل في هذه الرياضة، وأترك الآخرين في جوانب أخرى. في نفس الوقت ليس المقياس الكم بل النوع، إحنا محتاجين نوع. مثل ما تفضلت وسألت سؤال، بطل أولمبي بطل في لعبة واحدة إحنا ما قادرين. نعم. نصلع. ليش؟ هل المشكلة مشكلة مادية؟ لا، مش مشكلة مادية. أنا أقول لك مشكلتنا ما عارفين إيش نريد وكيف نحقق اللي نريد، ولا أبنائنا اليوم ولا أولياء الأمور يستطيع أن يزجوا بأبنائهم للمشاركة في القطاع الرياضي، لأنه ما في مستقبل واضح لمن يشارك في القطاع الرياضي. نعم. حتى لو سلمنا أمرنا لله وقلنا نبغاها عشان الصحة، ما نبغاها ماشي. عشان الاستثمار. ماشي. اليوم حتى صفة ومسارات المشامة موجودة، ويمكن سعادتك أنت في مثلا في الولايات وفي ولاية الخابورة أحيانا تمر ممارسة رياضة المشي أو الجري هي عبارة عن مغامرة. بالضبط. غير محسوبة عواقبها. بالضبط. يعني الناس تجري بجانب السيارات يعني في الشارع، وحتى يعني هذا مشهد شفته أمامي إنه حتى هذا شارع السرحات أو شارع الخابور الغيزين اللي ما مكفي السيارات حكاية. هذا اللي ما مكفي السيارات بعدها الناس تمشي عليه يعني. وين يروحوا؟ أقول لك يعني هذه مخاطرة ومجازفة، وهذا للصحة يعني. أقول وين يروح عبد الله؟ يا أخي ما هذا هو السؤال. هنا شوف صوره. لا. على الأقل على الأقل نتكلم عن النادي اللي أشهر أصلاً، هو اسمه نادي رياضي ثقافي اجتماعي ما يلبي لي طموحاتي ورغباتي لممارسة الرياضة في أجواء آمنة. صحيح.
تصور ما في. طيب لما أروح في الخارج أبحث عن بدائل وين المتاح؟ ما في، ما في، فيها مغامرة وفيها مخاطرة. نعم. في ذا الموضوع. فأعتقد أنه أيضا إحنا محتاجين فعلا نعيد النظر. نعم. في رؤيتنا وأهدافنا وتطلعاتنا من هذا القطاع الرياضي، ونبني استراتيجية. ما يمنع ترى، مش عيب على فكرة، أنك أنت تتوقف وتعيد البناء والانطلاق بقوة، أفضل لك أنك تستمر في الخطأ وأنت عارف أنه خطأ. صحيح. وهذا الوقت المناسب يمكن سعادتك الآن أن نحن نقول هذا جيد نستمر فيه وهذا غير جيد، محتاجين الراجع يعني. لا، نحن في البدايات يعني، هذا امر زين، ما محتاجين ان نكرر، محتاجين فعلا ان نتوقف لبرهة، والافضل ان احنا نتوقف لبرهة من الزمن ونعيد بناء انفسنا وفق رؤيه وتطلعات واضحه وعارفين ايش اللي نبغاه وتكون معلنه، وبشرط ايضا انا اقولها وقلتها قبل، استراتيجياتنا يجب انها تكون جامده، محتاجينها تكون مرنة شوية. ليش؟ لأنه مع مرور الوقت في متغيرات حدثت في العالم نحن عايشناها وعصرناها، تستوجب أن تكون هذه الاستراتيجية مرنة وقابلة للتعديل، للإضافة، للحذف، للتطوير، للتعزيز، فهمت؟ فنحن محتاجين فعلا استراتيجية كذا تكون موجودة، بس ما تكون استراتيجية حالمة. نعم. طبعا نستطيع نضع استراتيجية حالمة لكنها غير قابلة للتطبيق، ونتحقق هذا مشكلة أكبر، ونتحقق تاليا أنه والله الاستراتيجية ما تحققت. نعم. هذه مداخلة رغم منها حادة نوعا ما لكن بطرحها يعني. زين، يقول كلامكم اللي تقولوه جميل، لكن أنت إعلامي والضيف في مجلس برلمان، في عضو مجلس شورى، يعني ماذا عساكم أن تفعلوا لتغيير هذا الواقع؟ يعني الآن أنتم تشاركون همومنا جيد، لكن إيش التأثير يعني ساعتك؟ ما هو الحراك الذي يمكن أن نقوم به مجلس الشورى يحرك ربما البداية على أقل تقدير في أن نقول يا جماعة توقفوا، دعونا نناقش موضوع الرياضة مرة أخرى، جزاكم الله خير، سويتوا موضوع الاستراتيجية وبتحدثوها، الرؤية عديتوها، الوثيقة اعتمدتوها، لكن دعونا نرجع مرة أخرى ونناقش واقع رياضتنا ونحدد ماذا نريد. رسالة جميلة تعبر عن حالة الإحباط. شوف هذه الرسالة، جزاه الله خير، الله يذكره بالخير، هذا الرجل أي كان أو الفتاة، يعبر عن حالة إحباط. لذلك القناعة اللي يجب أن تصل إلى المعنيين ومتخذين القرار ليس في القطاع الرياضي، في مختلف المجالات، محتاجين نعزز الثقة مع المجتمع في مختلف المجالات ومن ضمنها القطاع الرياضي. هي الأحلام الوردية سهلة ترى، ورسم يعني رؤى كثيرة من خلال الحديث سهلة، لكن تطبيقها على أرض الواقع الإنسان يبي يشعر فيها. ليش؟ لأنه مع مرور الوقت بيجد نفسه أصلا انحرم من حقه، وكان يترقب حلم من حلمه أو من أحلامه أو أبنائه في هذا القطاع الرياضي، وإحنا اليوم تران في عالم مفتوح يا جماعة، ما ممكن تتحصر نفسك في بوتقة وتقول أنا منغلق على العالم، العالم اليوم أصبح فضاء حر، فلما أشوف الخارج أشعر بالغيرة. هنا السؤال الإجابة على سؤاله، أنت اليوم عبد الله لك دور تطرح هذه القضايا من خلال هذه المنصة الإعلامية، ولكم التحية حقيقة أنت وكثير من الإذاعات الخاصة تحديدا اللي أكون منصف، وأيضا مجلس الشورى. هذا نحن على سبيل المثال مقترح قانون فيما يتعلق بقانون الهيئات الخاصة، قمنا في دورنا وواجبنا بما يتيح لنا النظام والقانون. الجانب اللي هو المقترح الآخر الخاص بالاستثمار بالقطاع الرياضي والخروج من المفهوم التقليدي إلى مفهوم آخر، لأن احنا يمكن حتى واحدة من توصياتنا أن جهاز الاستثمار العماني، الذراع الاستثماري للحكومة، هو من يتبنى يعني أخذ هذه الأصول وإدارتها وتنظيمها، ونخرج من فكرة الاستثمار في محلات تجارية في شقة. لا لا لا، مفهومنا مختلف حقيقة. يمكن أنا ما أريد أحرق هذا الموضوع لأنه لما يجاز في وقت لاحق بنتحدث عنه، فكرة مختلفة كليا تأخذ جانبين، جانب استثمار خارجي خارج إطار الدولة، وجانب آخر الاستثمار الداخلي في بنى أساسية داخلية، ولكن هي معزز استثماري أيضا للقطاع الرياضي، يجب أن نشتغل عليه بشراكة مع مختلف القطاعات سواء الحكومة أو مؤسسات القطاع الخاص. و واجب علينا كما قلت أنت في لقائك مع سعادة وكيل الوزارة وطرح الشباب، الشباب ترى عندهم أفكار مبدعة، خلونا نسمع لهم وناخذ أفكارهم. ترى اللي أنا أحبه اليوم كجيل، الجيل القادم ما يحبه، تطلعاته مختلفة، خلونا نسمع له نعرف إيش اللي يبغاه ونوفر له اللي يبغاه. نعم. لكن لازم نسمع له، تكون يعني آذاننا صاغية لهم. نعم. هذه مداخلة أخرى جميلة، يقول حان الوقت أنه ما نعتبر الرياضة عبء،
يعني دائما نسمع نقول والله المشاريع الفلانية مكلفة، الانفاق على الرياضة مثلا ما أولوية في هذه المرحلة عندنا. ليش عززنا سعادتك أصلا أن الرياضة عبء، والرياضة يعني كأنها جانب إلى شيء ترفيهي يوم شيء فاضل عندك زيادة ممكن تنفق على الرياضة؟ لأنها غير منظمة. وأي شيء غير منظم بيكون عبء. التنظيم مهم، لابد أن ننظم أنفسنا ونعرف إيش اللي بغينا من الرياضة، وفي نفس الوقت لازم نخطط للمستقبل كما قلت لك. إحنا ما ممكن نظل تحت عباءة الحكومة ونشكل عبء على الحكومة في مسألة تمويل القطاع الرياضي. صحيح، يجب علينا أن نشتغل ونؤسس للمستقبل. يعني إحنا شفنا تجارب على فكرة أخي عبد الله والمستمعين الكرام، عايشنا وشفنا تجارب في دول أقل إمكانيات منا بكثير، ولكن في الرياضة عندهم رؤية، عندهم أهداف، عندهم أبطال أولمبيين، عندهم يعني قدرات كمنشآت رياضية مستوعبة أبناء المجتمع بمختلف المجالات، ومن ثم هذه المنشآت ولدت كفاءات متميزة على المستوى التنافس الخارجي. نعم. إقليمي، دولي، قاري، أي إن كان. نعم. وهي إمكانياتها أقل. نحن الطرق، وهي الطرق الآن نفكر أن نستثمر فيها، نسويها بالاستثمار، وهي طرق بنية أساسية. والله فما بالك المنشآت الرياضية وغيرها، يعني أكيد أنه في مخارج حالة. والله شوف عبد الله، إحنا مشكلتنا يعني للأسف محتاجين نوع من الرؤية المحددة الواضحة لنعرفين إيش اللي نبغاه. إحنا أكثر ما يتغلب علينا الكلام ولكن الفعل قليل. إحنا على سبيل المثال يعني تعرف النهاية هموم مشتركة. إحنا ما كنا جايين أصلا نتكلم على الرياضة ولا خلينا نتكلم على الرياضة، ولكن يعني شوف تجربتنا إحنا في ولاية الخابورة من بعد أصال شاهين إلى اليوم ونحن ما زلنا نعاني، واضطر المواطن المسكين المغلوب على أمره يطلع في وسائل التواصل الإلكتروني يستجدي حق من حقوقه اللي هي الطرق، حق من حقوقه في أنه يصل إلى بيته، حق من حقوقه أنه يحمي نفسه وأولاده لما يطلع من الخابورة يجي داوم في مسقط يعرف أنه في حمايات تحميله بيته وأولاده من الأمطار والفيضانات الأمطار، حق من حقوقه في مدرسة يدرس فيها أبنائه. إحنا في عندنا مشكلة محتاجين نراجع نفسنا ونعرف هين المشكلة، من السبب، محتاجين إلى بطانة صالحة تقول كلمة الحق. نعم. عشان نصل في النهاية، ما في كمال، الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الجزئيات من الظلم يا أخي، من الظلم. نحن مع هذه الرسالة البليغة الجميلة من جلالة السلطان في التقاء في أبناء شعبه والاستماع لهم وإيصال يعني رؤيته وطموحاته، ويجينا مسؤولين يحاول أن يعتموا على حقائق نحن نعيش فيه. بس كفاية أنا أقول نتبع نهج السلطان الله يحفظه، وهذه السياسة والرؤية الحكيمة اللي كانت من زمن المغفور للسلطان قابوس ويستمر عليها السلطان هيثم في اللقاءات والاستماع لأبناء شعبه، وقالها كم مرة قالها حتى سلطان استمعوا. ما يعني اليوم نحن قضيتنا في شارع، انت تقول شارع الطريق المؤدي بالله عليك احنا ما نعاني منه، انت اعتقد واحد من سكان الولايه وتعرف الشيء، معلش بالصدفه يعني ميناء صيد، ميناء صيد في الخابوره ما شهدنا مستشفى، يعني اعطيك مثال انا شيء عايشه، مستشفى ما شهدنا، مراكز صحيه، مدارس يا رجل نصيبنا في المدارس 6 مدارس من خطط 5 لليوم ما شفناها. احنا اذا جينا نتكلم على فكره ترى ما بنخلص، يقولوا اعضاء مجلس الشورى ما زينين ما يتكلموا، ما علي، لا شوف هي مش مساله عضو مجلس الشورى ولا مساله، يعني اليوم كل مواطن له الحق انه يعبر عن رايه ويقول رايه ويطالب. احنا اليوم جهه رقابيه تشريعيه كمجلس شورى، صحيح، مش فاهم علي، ومع ذلك نحاول أن نوصل الصوت، لكن ما نقدر ندخل في صراعات أيضا. صحيح، نحن عارفين أنه في تحديات وفي صعوبات موجودة، لكن أعتقد يعني محتاجين إلى يعني إلى وضوح فقط. أنا ما أبغي شيء، أنا سعادتك ما أعتقد أن المهمة صعبة لأن الرغبة موجودة والأساس سليم. يعني اليوم مثل ما تفضلت سعادتك توجيهات جلالة السلطان المباشرة بالاستماع للمواطنين، وكذلك توجيهات للمسؤولين بالنزول للميدان وأنهم هم في خدمة المواطنين، هذا جانب. الجانب الآخر حتى اللي نشوفه على أرض الميدان، حتى نعطي كل ذي حق حقه كذلك، يعني مثلا اللجنة العليا التي كلفت بالتعامل مع هذه الأنواع المناخية
كانت بشكل دائم ومستمر تجتمع حتى في الباطنة رغم أنهم كلهم من محافظة مسقط يعني وزاراتهم لكن يجتمعوا في السويق بشكل مستمر بشكل عاقل تم إعادة بعض الخدمات. جينا على تفاصيل صغيرة المفروض تكون الأسهل بالضبط. يعني رجعنا يمكن 50 طريق بقى 2-3 مثلا بالضبط. يعني ليش لياقتنا ما سعفتنا أن نواصل؟ التركيز كان موجود، التواجد الإعلامي موجود، المتابعة المستمرة كان موجود، والعمل مستمر. شوية انشغلنا بأشياء أخرى تراخينا يعني هنا السبب هذا كده يعني كل واحد كل 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 موضوع على حدة يمكن ينظر له. هو شوف يمكن السبب واحدة من الأسباب إنه ذيك الأيام كان في فوكس وتغطية من الإعلام على كل هذه الأشياء وكان في تركيز. مع مرور الوقت تعرف أشياء أخرى استجد وبالتالي الإعلام أيضا ما يعني تعرف في النهاية قالك إنه هذه ماشية لأنها أشياء بسيطة. الأهم عودة الأساسيات عفوا جات. إذا باقي الجزئيات البسيطة المفروض أوتوماتيكيا هنا تمشي. أنت اليوم تتكلم على ستة أشهر وناس ما زالت غير مستقرة. تعرف إلى الآن اليوم في ناس مثلا من ولايتي أنا ولاية الخابور يسكنوا ما زالوا في أصحار لأنه ما عندهم مسكن بديل في ولايتهم. فهي القضايا يمكن وهذه على فكرة واضحة في توجيهات من المقام السامي في لجنة عليا كانت تجتمع أيضا ما نخصهم حقهم ويوم. لكن من المسؤول عن هذا التقصير؟ فهم قصدي؟ إحنا لازم نعرف إيش اللي باغين، كيف نحقق اللي باغينه، ولازم نعرف اليوم أنه صوت المواطن يجب أن يسمع له. سمعوا للمواطن، استمعوا له، صدقني المواطن يبغي من يستمع له من المسؤولين. أنتم اليوم مؤتمنين أمام الله سبحانه وتعالى وأمام سلطان اللي أعطاكم الثقة في أنكم تستمعوا لصوت المواطن وتجاوب المواطن وتوضحوا له إيش اللي ممكن. أنا الآن على فكرة في كثير من الأشياء أسمع عنها أنه نصيبكم هذا حقكم. زي متى؟ ما أعرف. معقول لما يجيني مسؤول يقول لي والله أنا ما أعرف؟ أنا مؤمن بأنه هذا نصيبك وحقك وموجود في الخطة. طيب متى؟ أعطيني مدة زمنية. المدة الزمنية مثل ما تكلمنا كانت موضوع الاستجواب الآن نتكلم في المدة الزمنية حتى في المشاريع. أعطيني مدة زمنية عشان أعرف هل بتتحقق أو ما تتحقق. أستطيع أني أسألك، ممكن أني أعذرك لو أعطيتني مدة زمنية وبكرة جيت وقلت والله أنا ما قدرت أنفذها للأسباب التالية، أعذرك مش بس، بس على الأقل أعرف مصداقيتك. أنا اليوم حتى الرأي العام بدأ يفقد مصداقيته مع بعض الجهات وهذه حقيقة نقولها بكل أمانة. نعم، لكن اسمح لي بعد سعادتك، يعني أنا سألتكم كذا السؤال الأول بداية البرنامج لما قلت لك أن أنتوا أمر جيد جدا أنكم استخدمتوا أداة الاستجواب، أداة المتابعة اللي هي الاستجواب، لكن استخدمتوها في الحلقة الأضعف اللي ما تلامس الناس بشكل مباشر، بينما هناك تقصير قد يبدو ومخالفات قد تبدو في قطاعات خدمية تلامس حاجة الناس بشكل مباشر، لكن مجلس الشورى ما حرك ساكن فيها وموجود عنده هذه الأداة. ما تعتقد أنه الأولى استخدام هذا الضغط؟ إذن ليش نحن نلوم فقط مثلا الحكومة وقيامها بدورها؟ ما أنتوا جزء من المنظومة وكنتوا تقدروا تقوموا بهذا الدور أقل شيء بالتعجيل والتسريع والضغط على الجوانب الخدمية. ليش مركزين في أماكن وتاركين الأماكن الأهم الأقرب للناس؟ هذا وجهة نظر. ممتاز، سؤال جميل ومتفق معك. لكن هل نحصل نفسنا اليوم في وسيلة برلمانية مثل الاستجواب؟ نحن استخدمنا البيان العاجل. أنا أقصد التصعيد يصل إلى هنا. أكيد بتستخدمهن اللي قبل مالي، لكن بالطول المدة وما بتحصل إجابة ولا استفادة. لا لا معلش، وشوف البيان العاجل وسيلة من الوسائل. طلب الاستجواب وسيلة، طلب المناقشة وسيلة، السؤال البرلماني وسيلة. فبالتالي أنت عندك عديد من الوسائل المتاحة معك واستخدمت. أعطيك مثال، طلب مناقشة لوزيرة التربية كم طلب قدم؟ لوزير العمل كم طلب قدم؟ لوزير الصحة كم طلب قدم؟ ما في تجاوب إلى طيب الآن. التصعيد إيش؟ باستخدام وسائل أخرى، لكن بإمكان الحكومة إذا ارتأت أنها تتجاوب معك مع طلب المناقشة بكل سهولة. مش يعني ما دائما أخوي عبد الله يعني نحن نتكلم على الاستجواب لأنه فيه مخالفة، فمفهوم الاستجواب طلب الاستجواب مختلف عن طلب المناقشة. فهم علي؟ إثبات الآن المخالفات حتى في الرأي الفني لا يقولك مخالفة، يقولك توجد شبهة مخالفة. نعم. بالتالي المتهم بريء حتى تثبت يعني تثبت إدانته. فهم علي؟ فالوسائل استخدمت، يبقى مسألة التعاطي والتجاوب معها. يعني حتى الأوامر السامية في اللقاءات الأخيرة مع أبناء شعبه في مختلف المحافظات، في لقاء طلع لنا بدون توجيهات كل اللقاءات كلها توجيهات. نعم. طيب ممتاز،
متى بتنفذ؟ هنا المسؤولية على من؟ على المسؤولين، أنه هذه التوجيهات وهذه الأوامر السامية يجب أن تنفذ، بس تنفذ بكل أمانة، وأقولها وأبري ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى، يجب أن تنفذ بكل أمانة. هنا اليوم نتكلم على تجارب عايشناها وأوامر سابقة لبعض الأشياء ما نفذت، ما نعرف الأسباب. يا أخي اظهر على الملأ وقول أن هناك مسببات تسببت في عدم تنفيذ هذه الأمور، ولو أنه أنا أقول الأوامر السامية مطاعة ومنفذة، يجب أن تكون مطاعة ومنفذة. لا تناقشني فيها، هذا أمر سامي ينفذ، متى؟ اليوم أو بكرة، في أسرع وقت ينفذ. فهذه مسؤولية على من؟ على المسؤولين يا أخي، يجب أن يتعاطوا معها. احنا اليوم متأكدين وواثقين عبد الله، وأنا أحلفك بالله تقول لي ما واثق اليوم من الرؤية الثاقبة لجلالة السلطان هيثم؟ ما في شك، أكيد في شغل وفي جهد واضح حقيقة نحن نراه لمستقبل عمان يقوم فيه جلالة السلطان هيثم، محتاج من يعينه. صدقنا عمان بخير بهذه الرؤية وبهذا العمل وبهذه النظرة وبهذا التعب وهذه الجدية الحريص من جلالة السلطان، عمان بخير. بس لازم الكل يتكاتف ويؤمن بهذا الأمر. شفافية أصبحت مطلب مهم، نعم. المصداقية أصبحت مطلب مهم، وإن شاء الله عمان بخير. نعم. يمكن نقولها بعض الكلام وبعض الأحاديث بحرقة من غيرها، ولكن متفائلين. نعم، ولكن أنا أقول بعدني سعادتك المسؤولية صارت عليكم أكبر بعد إجراء اليوم، لأن إجراء اليوم يمكن البعض يشوفه أمر في غاية الإيجابية وأنه أمر جيد، لكن هذا أمام التحديات القادمة بيصير مطلب، ما شيء عذر بعدين تقول والله أنا ما أقدر صلاحياتي ما أعرف إيش، يقول لك لا والله صلاحياتك تصعد لين هذا. أبصم لك بالعشرة، ما حد يعني بيعذركم ترى. وأنا ما أتمنى أنه حد يعذر أعضاء مجلس الشورى اليوم من القيام بدورهم، وهذه يمكن سانح أن أقولها، خلوهم في المحك، خلوا أعضاء مجلس الشورى سواء في هذه الدورة أو في الدورات القادمة تحت المحك، ولكن يتطلب الأمر شيء آخر، يتطلب تجاوب وتفاعل من الحكومة مع هذا الموضوع. شوف نحن بدأنا ترى ديمقراطية حديثة تعتبر في عمان، ومع ذلك يوم بعد يوم نجد هذه الديمقراطية يعني تتطور وتتعزز، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه التجربة اللي حدثت اليوم تجربة يعني قد تكون الأولى ربما حسب فهمي في تاريخ المجلس، تضع المجلس مثل ما قلت تحت الضغط. أنا اليوم ترى عندك أدوات برلمانية ما أعذرك إذا ما تستخدمها، لكن متى تستخدمها؟ هنا يبقى السؤال أيضا، مثل أداة الاستجواب وهذه الوسيلة البرلمانية ما بسهولة تستخدمها، ترى أنت محتاج إلى أدلة، محتاج إلى ما يعزز وجود مخالفات أو شبهة مخالفات. هنا المطلوب من الجهاز المختص أن تتعاون مع أعضاء مجلس الشورى، تتيح لهم البيانات، هم بيتحروا وبيقوموا وبيجتهدوا، لكن إذا يعني ما حصلوا تجاوب من مختلف الجهات في إتاحة يعني الأدلة اللي تثبت على الأقل وجود شبهة، فطلب الاستجواب ما بيتم. نعم. لذلك التعاون والتكامل من الجميع أصبح مطلب مهم. نعم، هذه المخالفات اللي رصدت في الاستجواب الحالي، أنا أقول إذا مخالفات مثل هذه وتم رصدها وإثباتها من قبل مجلس الشورى، فالمخالفات الأخرى بكل سهولة سيتم إثباتها. نحن نتحدث عن اجتزاء بث بعض الجلسات العامة، حظر نشر وقائع الجلسات في المحاكم على وسائل الإعلام، إصدار توجيه للمنشآت الخاصة في شأن استضافة أعضاء مجلس الشورى، عدم المحافظة على المال العام من خلال إيقاف إصدار جريدة، التأخير في إصدار بيانات شاهين. يعني أكيد مع كل التقدير لهذا العمل وهذا الجهد، لكن نشوف أنها مخالفات من السهولة مثلها مثل باقي الخدمات الحكومية. يبقى الإثبات، يبقى الإثبات، وشوف يعني يمكن متى ما رغب المجلس أتوقع سيجد يعني 100%، لأنه في بعض الأشياء واضحة بكل اتفق معك. هو يمكن أيضا إحنا يعني في جانب يعني محتاجين إلى سلطة أخرى تكون فاعلة، وهي الإعلام أن يقوم بدوره. يمكن اليوم كان طلب استجواب لوزير الإعلام، ومن ضمن أيضا يعني ما تم مناقشته اليوم مقترح مشروع قانون بإلغاء المادة 32 من قانون مطبوعات النشر، نعم، التي تعني بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر وزير الإعلام. حتى السلطة المطلقة لوزير الإعلام على وسائل الإعلام ما نبغاها حقيقة. ليش؟ أنا يمكن تناقشنا فيها في المجلس اليوم، وكان هناك جهة مؤيدة وجهة معارضة، في النهاية نعم كان الإنصاف إلى الجهة المؤيدة لهذا الأمر، لأنه شوف المواضيع السيادية يوجد قانون مطبوعات في النشر،
موجود في هذا الأمر. قانون إصدار الصحف، قانون تعيين مدير تحرير الصحيفة أو الإذاعة أو التلفزيون، قانون عمان أيضا يحدد ما هي المحاذير، ما هي الخطوط الحمراء. فبالتالي لا، ما محتاجين احنا نعطي سلطة لوزير الإعلام في هذا الجانب. هذا المقترح وين يروح سعادتك الآن؟ هذا يروح إلى إلى مجلس الوزراء. إلى مجلس الوزراء، وبعدها مجلس الوزراء ممكن يعدل القانون، ممكن يجيزه وممكن يرفضه ويعود مرة ثانية إلى مجلس عمان بشقيه، مجلس الشورى ومجلس مجلس الدولة في هذا الموضوع. أعتقد بس أنه تعرف هذا يمكن يعني ما نعرف، إحنا ما نستطيع أن نقول أنه الوزير يستغل أو ممكن أن يستغل هذه المادة، ولكن ربما يستطيع أن يكيفها ما بعض الأمور. بالتالي يفترض لا، ما في، أنت كوزير إعلام غير مسؤول عن هذا الأمر، خلي وسائل الإعلام تشتغل. ترى اليوم الإعلام هو السبب في تغيير كثير من القناعات وإيضاح كثير. هذا القانون 86 يعني قانون قديم ومع ذلك مقيد، تصور توالوا عليه وزراء إعلام وزير، هو قانون العمل، قانون كثير من القوانين توالوا عليه وزراء كثيرين. نحن نتمنى لكم كل التوفيق سعادتك إن شاء الله، وأكيد يعني نحن وهذا أمر طبيعي جدا كوسائل إعلام نسعد بكل ما يعزز شفافية وطرح وحرية الإعلام في البلد، وهذا مكسب يعني للعاملين في الوسط الإعلامي. ولكن دورنا كذلك عندما نناقش يعني مثل هذه القضايا أن نناقشها من وجهات نظر ونقف نعم على حيادية تامة. وهذا فقط توضيح يعني يمكن للبعض اللي يعتقد أن نحن منحازين لجانب الآخر، لكن دورنا اليوم حتى لو كان هذا الأمر في قطاعنا ومن صالحنا ويسعدنا، لكن لازم نكون على بينة واضحة. شكرا جزيلا لك سعادة. جزاك الله خير، شكرا لكم. وأنا أعتقد أنه يمكن هذا النقاش اليوم اللي صاير في هذا الموضوع، سواء الموضوع الخاص بالإعلام أو غيره من المواضيع، يثبت أيضا أنه إعلامنا ما شاء الله متزن ومحايد في كل الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا إن شاء الله لما فيه الخير، ويوفقنا لما فيه الخير إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا جزيلا لك سعادة سلطان بن حميد الحوسني عضو مجلس الشورى ومثل ولاية الخابورة، والشكر كذلك للدكتور أحمد الجهوى المستشار القانوني لبرنامج مع الشبيبة كان معنا عبر الهاتف، وسعادة منصور السعيد عضو مجلس الشورى ومثل ولاية الخابورة كان معكم في الإعداد جاسم البداعي، وفي الإخراج المرئي أحمد العزيزي. نلقاكم في حلقات قادمة في أمان الله.